قبل الاستمتاع بهذه الحلقة الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. في هالحلقة الخاصة قلنا لازم نسوي شيء غير. بتسمعون أصوات عصافير في الحديقة وأصواتنا نحن. المناسبة مناسبة عيد الأم. أمي هي أم لرجال وخبيرة في هالشيء، فقلنا اليوم ليش ما نشارك يمكن خلطتنا الغريبة الفريدة من نوعها معاكم أنتو. فالأسئلة اللي بتشوفونها وتسمعونها أنا ما أعرفها ولا حد يعرفها هني، وأول مرة نسمع الأسئلة، فهم الفريق حطوا أسئلة مع بعض ورتبوهم، فإن شاء الله الجلسة بتكون حلوة خفيفة تثقيفية وعفوية. فنبدأ. الأمومة بالنسبة لي طبعاً هي جزء كبير من حياتي، ما بقول كل حياتي لأن أنا إنسانة لكياني وشخصيتي كأم وغير أم، لكن أظن لكل أم مو بس أنا، يعني أحس أن حياتي كلها تتمحور حوالين عيالي وأولادي بشخصياتهم وبحياتهم وبتفاصيلهم. فالأمومة عندي جزء كبير جدا من هالة. أولاً أنا ما يعني ما تعبوني أولادي مع شخصياتهم. الناس يقولون الله يعينك عندك 5 أولاد، واللي أنا أشوف أن الحمد لله يعني ما كانوا متعبين كأطفال طبيعيين، لازم في حد منهم وايد نشيط واحد أقل واحد كذي، لكن اللي أنا تعلمته كأم للأولاد إني أنا أبسط تفكيري، تعاملي مع أولادي وايد أشياء تعلمتها، لأن المرأة نحن تفكيرنا معقد وكل شيء يأخذ لف ويطول وكذي. اللي تعلمته من أولاد أمي 1 2 3 سيدة بساطة، فوايد تعلمت أكون عملية، مع أني أنا إنسانة عاطفية بس وايد تعلمت أكون عقلانية عشان الأولاد عموماً عمليين أكثر وما عندهم تعقيدات، شي سريعين 1 2 3. إذا جاوب الحين دام أن قلتي أن في من عيالك نشيط وفي من عيالك هادي، خبرينا. بالنسبة أبدأ من الكبير، منو غبي ومنو ذكي؟ ترى أنت مفروض والله it cannot be، يعني it's a family. That's why I'm trying to break it. You know, like you cannot be like. Can we do it all over? خلاص. No, not all over. Just keep going. Let's have a conversation between us. بس قصدي هي يعني نحنا عائلة. إذا كنت بتكلم أنت قلت عفوية. يعني حتى لو نعلق ونضحك بعض. That's what a family is. It's not polished. زين سؤال، دائما قلتي إن في من عيالك النشيط وفي من عيالك الهادي. خبرينا عن عيالك الفينا منو. طبعا انا انس ما شاء الله يعني كان وايد حرج، و انس كان بين الولد اللي المفكر مع الحركي مع كل شيء، بعدين انت جيت اللي سلو كل شيء هادي كل شيء يعني على راحتك، وما شاء الله حارث كان راعي مشاكل. ما كان راعي مشاكل، كان عنيد. كنت وايد عنيد. عنيد يعني رايح مشاكل. لا يعني انت وايد كنت حرج. اوكي بس انت انا كنت عكس معاذ. حتى في البيت اذكر اني كنت عكسك. يعني اتذكر وانت كنت تعاندني
بس كنت تخاف مني، بس تراويني انك كنت ما تخاف مني. حتى زي معاذ كنت وايد اخاف منه، وايد مشاكلنا احنا صغار. الحمد لله الحين اوكي ربع، يعني كنا صغار. ليش ما كنا ربع؟ حرب عالمية في البيت والله. قلت عليك شوكه مره. انا اشياء ما اعرفها طبعا انت سويتوها من وراي. طارق طبعا الخير اللي لا هو كان هادي مثل معاذ. صح انا طارق يمكن اقرب شخص، اقرب وايد شي peaceful slow motion شي يعني على الراحة. حسن كنت لا كنت اوكي يعني كطفل ما كنت ولد زين. لا قصدي يعني ما كنت حرج وايد ولا هادي وايد، كنت بين وبين. تعبت في الاكل؟ من وقت تعبني في الاكل؟ هو كان عنده حساسية من يوم كان صغير من وايد اكلات. Good question. حارف. She doesn't judge. This is the best thing. Yeah. يعني أنا to me I would whatever comes to. نتكلم عربي. أحسن عربي. لا أي شيء يجي في بالي يعني أنا ما بنحرج إني أجي أكلمك فيه، وأنا عارف إنك أنتي أصلاً ما بتحكمين ولا بتأخذين فكرة غلط في أي شيء يعني. فهالشيء اللي أنا أشوفه صراحة ميزة كبيرة بالنسبة لي. أنا بالنسبة لي إن علاقتي مع أمي علاقة فريدة من نوعها، يعني عندكم فرق بيني وبين أمي 18 سنة، فمزيج بين أم أخت وصديقة، فيوم أحط كل هذا مع بعض علاقة غريبة يمكن حق بعض الناس، ولكن بالانجليزي مميزة ولا سبيشل بالانجليزي يعني. فهلي حلو اقدر اكلمها كصديقة بعدين احتاجها كأم وتنصحني وتعلمني وتثقفني، ويمكن الأمومة تكون اول شيء في البداية وايد نحتاجها نحن كأولاد عشان نبني نفسنا. بعد ما الواحد يكبر يمكن يبقى يكون ان الأبو ولا الأم يكونون اصدقاء خلاص عشان ربه خلصه، تحتاج صديق ما تحتاج ابو. بس بعدين مرات لازم الواحد يختار ان مثلا الامومه تطلع الصداقه تنزل في بعض المواقف قصدي، وصداقتي في وقت مثل ما حارث قال من ما ابغى اكلمك هني مو بس الامومه هني الصداقه بعدت يعني ما احكم اني انا اسمع اعطي اذوني. فمثل ما انت تقول المزيج هذا التركيبه يعني جميلة. هي غريبة بس بشكل حلو. هي غريبة جميلة ونادرة. أنا بالنسبة لي يمكن على الأقل في رأيي أشوف وايد أمهات يفرضون رأيهم ويفرضون نفسهم على عيالهم، يعني أنت لازم تمشي بهالطريقة ولا تقدر تلبسين هالشيء ولا تتكلم بهالطريقة. أوكي حلو الواحد يمكن يتعلم الآداب والأصول وهالأشياء، بس يمكن الشيء اللي أنا أشوفه في أمي إنها تتقبل أولادها بجميع أشكالهم، يعني وصدق ترى يعني كنا إحنا مختلفين وايد كل واحد طالع بشكل، فالقدرة إنك تتقبلين عيالك ولا تحكمين عليهم ولا تفرضين عليهم شيء هذا شيء مميز لي. Really, I'm really sorry. I forgot the question already. ليش يعني What makes it special for you? What do you like about your mother being هالة؟ يعني ان امك هاله شو اللي حلو في هالشيء؟ ماذر يس الوالده اي ثينك اتس سمثينج اي سيد بيفور اي وير شي از ذا باك بون اند سترونج فيجر فور اول اوف اس تو لوك يعني لوك اب تو ان ا سنس. بس اتس اولسو نوينج ذات اذا اي شيء استوي انا عارف ان هي موجوده، عارف ان هي بتدوم بتساندني دوم بتكون وياي دوم يعني I don't feel alone. I guess it's not really the right word but it's something like that. And that's how I see it. You feel the safety. Yeah. I think I have a very similar idea to Tarek. You've been with us through everything, even hard times, easy times. But it works out in the end because you're there. You're the one that connects us all together. صح. Without mom, there's no
family lunch without you know the glue that makes us all stick together. تدخلوني إحنا صحيح من البداية. فغيرنا الموقع مثل ما تشوفون شوي. المخرج عبود قال لنا لا نبال مكان يكون غير والمغرب, فحولنا نهلي وبنكلم احنا بنكمل الشوط الثاني. طبعا كنت اتمنى كل واحدة عندها اولاد تبغي بنات, وإذا عندها بنات تبغي أولاد. فكنت أتمنى أن يوم أجيب حسن كنت كله أحلم أن أنا ألبس ذهب, وقلت خلاص هاي بنت. وعشان أنا كنت أمي الله يرحمها كنا نحن نخدمها, فكنت أتمنى أجيب بنت. أقول يعني الأولاد يكونون مشغولين, اللي يكونون في حياتهم وشغلهم, فغير بيكون إذا عندي بنت مثل ما نحن كنا ويا أمي يعني. واخترت بعد اسم بنت ياسمين. وأتذكر صرت ال ال هلا ياسمين هلا صرت عند الدكتورة وسوت لي الفحص وقالت لي ولد. ايش قاعد صح؟ سوري حسن سوري حسن ايش قاعد صح؟ قلت وين أبغي بنت أنا. وسبحان الله طبعا يعني أهم شيء يكونون صحة وعافية, بس طبعا كنت أتمنى, لكن حسن عوضني الحمد لله يعني هدية هو الحمد لله. أتوقع كل أم تبغي يعني أنا أتوقع كل أم تبغي عيالها يكونوا ناجحين والتربية تكون زينة. فالمخاوف هاي طبيعية, خصوصا إن إحنا ما حد علمنا يعني ما حد دربنا شي تسوين وتتربين بهالطريقة, ما حد درسنا. فكنت طبعا كل حركة أسوي أقول هل هي هالطريقة الصحيحة؟ فدائما شو كنت أسوي؟ أسأل الناس اللي كانوا أمهات قبل. فطبعاً الوحدة يكون عندها مخاوف إن هل أسلوب, عشان الموضوع ما في نتيجة نفس الوقت. أنت تطبخ طبخة نتيجة بعد ساعة, تربي سنوات لين ما تشوف نتيجة تربيتك. فيعني ما تعرف هل هالتربية صح, هل هالطريقة. وبعد مع كل طفل لازم أنت تسوي التربية تفصيل, مو بجاهز يعني تروح الخياط ولازم يفصل لك على الطفل اللي عندك. ما تقول one size fits for all. في أنس لازم أفصل له طريقة تربية معينة, معاذ طريقة معينة, حارث, طارق, حسن. فكل واحد كان لازم أقول أوكي هاي شخصيته غير, لا هالطريقة ما تنفع اللي أنا كنت أسويها. مثلا ويا حارث ما كنت, انت كنت ما شاء الله تسمع كلام تخاف, وهذاك هذا عنيد, طريقة لازم تختلف. وكنت اسوي له بالعد 1 2 تذكر. ف يا طبيعي الواحد يخاف, لكن you do your best. وايد والله نيبال. إنزين. نيبال. Yeah, I think my best memory with you, and I can still remember even I was very young, but since I always traveled around the world with you, Nepal, you took me everywhere and you showed me the world. Yeah. So, I'm ever grateful for you to open me up to such experiences. So I think Nepal. Yeah, Nepal was your first one with me. And he was, أنت كنت 7 سنوات yeah. وسويت معي هايكينج في جبال الهملايا. Yeah. But there's, I think, as I said, there's so many. Yeah. Yeah, travel is a big one. Yeah, travel. سرنا ميونخ. Yeah. أنا وأنتي بس. Yeah. Yeah.
غريب كيف السفر 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 لا أثر بس أنا كل يوم بالنسبة لي يوم مفضل قص عليه خف علينا والله خف علينا يلا قولوا لي شو الذكريات عشان أعرف شو ترسخ في مخكم This is a very emotional question. اللي أقدر أقوله إن نعم يعني أنا أمي ما كانت صديقتي وأتوقع الكثيرين اللي شاهدوا حلقتي معاك كانوا يعرفون هالموضوع فأنا قررت إن أنا أكون العكس إني أكون صديقة لعيالي و أنت قاعدة تكلمين عن الجانب السلبي صح؟ It's the negative side. It's a negative question. فهي يعني أنا ما كانت أمي صديقتي الله يرحمها صح على آخر سنتين إحنا دخلنا في رحلة سلام مع بعض لكن ما كنت أقدر ألجأ لها وعهدت نفسي إن ما أقدر أسوي هالشيء مع عيالي ما في شيء ما أقدر أسمعه من عيالي لو شو كان فأنا هالقرار سويته وقلت أنا أبغي أكون المكان الآمن اللي العيالي يوم يوني ما يحسون أنا خايف أكلمها لأن أنا كنت أخاف أكلم أمي تزعل ولا شيء وقررت بعد أني أنا ما أكون غضبانة أمي كان عندها غضب من الحياة وتعبت حليلها وايد أشياء لكن هالشيء اللي أنا قلت لا فجدام عيالي ما أحب حتى إذا كنت مختلفة مع أبوهم ما بين ما عندي غضب أزعل بس ما عندي هالغضب اللي يطلع في بعض الأمهات عندك شيء؟ هي أنا عندي أظني قصتين. إنزين. أنت ما تذكر يوم نحن كنا نلعب كرة في البيت وأمي كان يعني لو شو ما حد يلعب كرة. أخس إحساس في الدنيا إذا انكسر أغراض البيت. صح؟ وكنا شو نلعب كرة ويوم نسمع الجراج وهي داخلة لازم نرد كل شيء نفس ما كان. الفريمات. الفريم المشكلة. حتى الفريم ما رد الفريم. مرة هي مرة شكتنا قالت ليش شيء دائما الفريم يعني شو الموضوع؟ وقصة ثانية كانت معاذ أذكر كان يلبس نظارات فأنا كنت أتحرى اللي يلبس نظارة يعني كول فأذكر مرة أنت وديتيني عند الدكتور فالدكتور كان يقول لي حارث شوف تقدر تقرأ حينا أقول له لا ما أقدر أقرأ بس كل حرف هالكبر يعني فهو يقول لي كيف أنت ما تقدر تقرأ أقول له ما أقدر ما أشوف فقال لي خلاص أنا بعطيك نظارة لازم تلبسها فأذكر هو شوفي ذكي وايد الدكتور عطاني نظارة بدون لنز فأول ما لبست قلت له حين أشوف أنا قال لي زين ممكن أكلم أمك دقيقة شوية بس أنا كنت عارف أنك كذاب بس وديتك عشان حاولت بس ما صار أنا ما أذكر شيء والله يعني ما العلاقة أصلاً وايد فيها شفافية بشكل حتى كبير وإنه يرجع ورا يعني نحن وأنا صغير أنا أقول لك تقريبا كل شيء يعني ما في شفافية وفي تقبل. تعرف شو كنت تسوي لي؟ يوم يكون متضايق من شيء وكنت صغير يعني يمكن 7 سنوات قد خالد الحين تقول لي ماما أحتاج أتكلم وياك أقول إنزين كنا نسير درايف تقول خلي نسير درايف أنت تقولي ها نسير درايف كنت أحطه في الدرايف أحطه في السيت أحط السيت بيلت بعدين يبتدي يتكلم بعدين تعرفين أنا سويت كذي أنا ما قلت لك هالشيء وأنا كنت أسمع هذا الدرايف نخلص بعدين أرده يا أيدو I think look يعني بالنسبة لهالسؤال سؤال بسيط ويمكن ما بجاوب عليه بالطريقة المعتادة يمكن يعني بس أحس إن يمكن هالشيء ينطبق علينا كلنا يعني
بس احس يعني يمكن ما نقول لك يعني الانسان يوم عنده نعمه ينسى النعمه او يقدرها يعني ما يقدرها قد ما هي تستاهل. يعني لو قدرك مليون يمكن نعطيك 100,000 من هالمليون. فاحس هالشيء الواحد لازم يقدر النعمه وانت نعمه في حياتنا. فاظن مرات ننسى هالشيء كلنا ان حياة تاخذنا اشغالنا تاخذنا نحن انانيين كل واحد في حياته وكل حد في اشغاله وينسى ان الله اعطاه ملاك في حياته والناس مرات يذكرونك يعني يقول لك انت محظوظه في امك انت محظوظ في امك انت نحن ندور واحده مثلها واحده تتفهم واحده تسمع واحده تربيكم مثل ما هي واحده عندها الثقافه مثل ما. فيمكن هالشيء انا يمكن بعد ناشف مرات ان ما اعطيتك حقك وما بعطيك يمكن. فاحاول الحين فرصه هالسؤال اللي سالتني احاول يمكن شوي ان ابين قدرك لي حبيبتي لي انا. اظن اخواني نفس الشيء ما نتذكر شيء يمكن لازم واحد دائما يذكر نفسه وحتى الجمهور اللي يشوف هالشيء يعني لا تنسون امكم لا تنسون ابوكم. ومب كل ام وابو مثاليين اخر شيء الام انسانه والابو انسان وعندهم نقاط ضعفهم وعندهم نقاط قوتهم بس يحبونكم معظمهم اتوقع معظم الاهالي يحبون اولادهم ويمكن مرات تعبيرهم عن الحب مش الطريقه اللي يمكن انتم تبونها بس واحد ما ينسى ان اخر شيء هذيل الناس معزتكم في قلوبهم واقل شيء بس يبون انك انت تتصل حق امك وتقول لها شكرا وانت فنانه وانا احبك وانا مشتاق لك ابوي وانا احترمك ابوي. اظن ابسط الشيء هذا اللي انا يعني اللي احس يمكن ما سويت بما فيه الكفايه. اي حط سيت بيلت حزام الامان كل مره المايك شغال كل مره هذا الشيء اذكره اقول له حزام الامان. شو الاشياء اللي انا شوفي انا اؤمن ان على الام والاب التوجيه مو فرض الراي خصوصا يوم العيال يكبرون. مثل ما قلت لازم افصل على كل عمر على كل شخصيه. يعني اللي انا بقوله حق حسن وهو 17 غير اللي بقوله حق واحد عمره 40 ولا 36. ما اقدر اقول بقول حق حسن مثلا ما تقدر مثلا تتاخر في الليل ما اروح اقول حق معاذ انت لا تتاخر في الليل. ريال يشتغل وناجح وعنده استقلاليه وعايش في بيته فما اقدر. لكن انا علي اوجه حسب الاعمار حسب الشخصيه. بعدين لازم انا اخليه يعني مثل ما يقول let it go. ما اقدر افرض رايي في اشياء كنت اتمنى. طبعا وايد اشياء مثلا هم يجوني اقول لهم لا تسوون هالشيء وهو يشوف الشيء عكس ما انا اقول له ويسوي وبعدين يرجع لي يقول لي صح كان كلامك كان صح. بس لكن في النهاية هم لهم رحلتهم في الحياة وهم لازم يجربون مثل ما أنا جربت. وأنا في أشياء ما سمعت كلام أمي بس كنت أبغي أنا أجرب مدام التجربة مو بخطر خطيرة يعني. فوايد أشياء الواحد يقول يا ريت يعني أنا يسمعون كلامي بس ما نقدر نحميهم من الحياة. أنا بجاوب على السؤال. As it stands, no, obviously. My mom has been very supportive, like I mentioned earlier. No, I would say from my end at least no, because, like I said, strong figure. So something that is something very important for. I think Hassan would agree as well. And it's I think it's the main. كيف يعني الصفة الوحيدة هاي اللي أنا وحسن نشوفها فيك يعني اللي هو that strength to
no matter how hard anything gets, we can get through it. We can get through. I mean, you've been through a lot through your life, so it's a good lesson for me and Hassan, I think, when we see it. And yeah, it can get tough, but انت اكيد ما تبغون تغيرون شيء. حسن انا بعرف جواب حسن عشان احس هو في عمر بعد حساس اكيد في شيء يبغى يغيرها يعني. Obviously I think with anyone in particular there's always something to change. ما بزعل قول قول. There's always something to change in anyone. Of course. Because everyone has different views. And regarding you, I mean obviously the positives definitely outweigh the little things that annoy me. But sometimes I think I would say is to I think because I'm the youngest one, you maybe overprotect me a bit. You have four older boys and I'm like the youngest one, so. And you're very different. That as well. Yeah. So I mean, it is also nice to. Let me off the hinge, you know. بعد أكثر من شيء off the hinge يعني أنا الحين مخلت إنك الحين. But yeah, I mean, other than that, small, you're way better off than we were. I promise you. تذكر لازم رد البيت الساعة 10. إيه مود. لازم وأنا شو دائما لازم أقص على أمي أقول لها أنا أرقد في غرفة معاذ وطبعا أنا برا على البيت. ما شيء. لا ترى قبل ما شيء موبايل هذا عندي بليب. إيه بيجر. دق علي ليه إحنا ذكر رقم 974314. صح. واو. It was yours actually you gave. إيه. البليب كانت تعطيني إياه في الويكند وأنا أذكر أحطه برا على الحزام فكل أحد يقول لي كيف عندك بليب؟ إيه كان وأنا شخصي. بس حقي يعني. زين ترى نحن متعرفش الكونسبت مال البليب. حد يتصل بك ترى ما ترى متى تتصل بك لازم تدور تليفون زي ما عندي تليفون ايه دور تليفون بس يطلع يظهرك الرقم وبعدين الفيز 2 مالي كان انه سماعه بس بدون تليفون اللي حاط لنا شيء بس انه كل حد يقول لي انت عندك موبايل كله في جيبي بس لا هو بدون انه ليش انه كشخه يعني زين ها حسن اوكي يمكن أقرب واحد بالنسبة لطباع يمكن أنس لكن سبحان الله كل مرة أشوف شيء معين فيهم أحس ماخذينا مني في نحن الأكل نحب مثل بعض هي صح أفلام نحب هي الأفلام ونحب بعضنا نفس الشيء ما شاء الله انت الموسيقى شو نحب بعضنا نفس ال... لا انا اكثر انا امك يا احس ان كل واحد فيهم شيء قريب لي بس صح ترى انت قلتي لي اخر مره قلتي لي حارث يعني الا الحين عرفتي ان انا وانت تقريبا في الاكل نفس الشيء وانا وانت في شيء ثاني بعد نحب ما نحب نغير وايد يعني انت بتاكلين تياترو بناكل كل يوم ما هي عادي مشكلة. عادي هي صح احب اكل صح. يعني ما عندي مانع اعيد ريبيتيشن يعني هي اغنيه اسمعها كل ورا بعض نفس الاغنيه راشد وماجد انا نوال ترجع وكل واحد فيهم سبحان الله لهم طبع يشبهني فيهم سو يا Hurtful? Marra. And I know you didn't mean it. And it's so funny because I think, and I'm a parent myself now, I don't think we realize as parents, يعني, the impact that you can have on a child's entire life. And maybe obviously you didn't have that impact on me, but say, you can say something cheap. Like just off the cuff. You know? I'm the only one of all my brothers who wears nadara. I wear glasses. You took me to the store. It was opposite Hayat Regency of Deira. Zain. Ayam. Tafin Hayat Regency. We got into the store. Sorry, I should do it in English. We got into the store and we're looking at glasses and I found a really nice one. It was a metal frame. I said, I want it. And you said, no, no, we need to get you a plastic one. And I was like, no, mama, I really want the metal one, whatever. You told the guy, but in front of me, that he's careless.
وي والله. أنا I am careless by the way. Extremely clumsy. I'll break. Look لا أولاد أنا كنت صغيرة أخاف. ما كان قصدك يعني إنه بيك إيه أول نظارة خلي أقلب بلاستيك عشان ما تتكسر. بس to me it became wait I'm careless. I'm sorry. No, I know you didn't mean it, of course. Yeah. بس مشكلة وايد من بعيد. I wish it was a false. لا بس أنا يمكن قصدي عشان أنت طفل. ما قلت إن هذا واحد مهمل. بس إنه عشان ما يكسر النظارة بس. أوكي. أكيد كسرت النظارة أصلاً. I'm sure. أنا ما أقدر يعني ما أنا ذاكرتي أول شيء صفر. يمكن هاي نعمة بعد. بس ما في شيء معين بس أعرف إن كلام أمي وايد يأثر فيني. فمثلا لو من ابسط الاشياء لو قالت لي هالقميص مو بحلو عليك بيتم في مخي هل صديق حاسب منه بيتم في مخي فدائما انا كنت اقول ومعظم الوقت هي صح يعني هي عندها الحدس اللي عندها عالي جدا بس دائما انا دائما حتى احب انوه على هالنقطه ان الاهالي ينسون مدى تأثير كلامهم على طفل ولا حتى شاب يعني فرضا خلينا نقول وحدة نحن ما عندنا اخوات بس خلينا نقول وحدة بنت تلبست ورايحة عرس صديقتها ومستانسة ومسشورة شعرها وشي وتي عند امها تقول ايه شكلك وايد قبيح اليوم مو بحلو او مو بحلو عليك مو هالفستان مخليك كأنك دبة بس شي فرت هالكلمة هالبنت الحين بتروح العرس بمزاج جدا سيء ويمكن البنت اصلا شكلها قمر بس عشان امها قالت شكلك غلط لو الدنيا كلهم يمدحونها في العرس بتتذكر هي داخل تحس ولا حتى اللون الازرق لو قالت اللون الازرق ما يليق عليك يعني في حياتها كلها يمكن اللون الازرق هو عنده عقده منه فانا دائما اقول كلام الاهل مثل الوشم على المخ وشم مو بحتى يعني حد كتب بالطبشور ومسحناه بسهولة بالشهر شهرين يثبت لا يثبت ويبالج الليزر عشان تشلينه هذا إذا شليتيه فدائما أقول الأهل لازم وايد يحاسبون يمكن حتى الأخوان على أخو بس الأم والأبو وايد شيء حساس فالوالدة كل ما كانت تحذرني عن شيء ولا تقول لي انتقاد ولا مدح اثنينتهم وايد يأثرون فيني يعني فحتى لو أسوي عمري ما بيأثر تسوي روحك ما يأثر بس عارف يلصق في المخ I didn't know what parent I'm going to be because all I did يعني كل اللي أنا بحول للعربي ما كنت أعرف إني أنا أي نوع من الأمهات بكون أنا كنت أحاول أسوي اللي أقدر عليه وأتعلم وكنت في نفس الوقت يعني وايد كان عندي فضول أتعلم يعني الفضول الصحي إني أنا أقول أوكي هاي سويت هالطريقة التربية كنت أحاول أسوي الأمور مثل يعني أوقات نومهم الأكل كل الأشياء الثانية أي أم أنا الآن علي أنا عارف إني أنا أم جيدة جدا أنا بالإنجليزي أقول I know I'm a great mother I'm a good grandmother but I'm a great يعني grandmother عشان أنا أشوفهم بس أوقات معينة أما عيالي أعرف إني أنا أم جيدة جدا يعني استثمرت في نفسي وفي عيالي يعني أكون متواجدة كلي معاهم فأعرف إني أنا أم جيدة جدا أنا ما تخيلت أي شيء أنا كل اللي سويته أني أنا ربيتهم يكونون ريايل بمعنى الكلمة رجال عظماء وطلعوا أعظم 5 رجال في حياتي ما كان عندي يعني نظرة إلا أنا عارف أني أنا استثمرت وعرفت أن استثماري بيوصلهم مكان لكن يعني ما خيبوا ظني الحمد لله
النتيجة is great. للوالدة يعني؟ كابن يعني. I think I am, yeah. Good for you. I'm very proud yes. to be her son, and I'm very proud of what she has done so far. For but are you proud of you? Your being role a as son a son. My role as a son. دورك أنت كولدها تحس أنك أنت موفي هالدور يعني أنت. هل أنت فخور بنفسك؟ أحس في بعض مرتاح. الأشياء يمكن لازم أتحسن شوي بس in general no I think I'm. Good. You are a great son. حبيبي. Yes you are. حارة صراحة لا مثل ما أمي قالت يعني في أشياء صراحة يعني لو قد ما أسويها ما بوصل قدرك يعني بنتمسخر وبنقول أشياء بس آخر شيء to be honest you're the best thing that ever happened not to me to everyone sitting here حبيب صراحة بنتمسخر ما بنتمسخر بس it's the truth يعني ف me as a son بالعربي أحسن اللي تبغى لا كولد كولدك أنت يعني طبعا فخور جدا يعني و شرف لي honestly حبيبي حبيبي كل يوم every moment of every day always دائما you can check my direct messages في الانستغرام سيت بيلت ماي مادر نيفر ستوبس ورينج اي ثينك ذاتس اي نو اتس بروبلي بس شاطره ان ما تبين لك ما تعبنا نحن هي بروحها يمكن في البيت خايفه بس ما توصل لنا بالمسجات يعني ما تتصل لنا وايد ما حد يعني ما في انا اعرف امهات وايد يتصلون حق اولادهم يعني بزياده متعب ولا ليش ما رديت علي وليش ما اتصلت لي بسرعه لا اظن يعني لو مره في اليوم بتتصلين وبعدين عندنا الواتساب يعني شابة خفيفة فأظن حتى لو هي خايفة علينا ما نحس وايد هاي أوكي نبتدي بمنو بحارث تيجي تسوي إنزين فبحسن إذا بغير شيء في حسن حسن في عمر المراهقة واللي أنا صح وانتم ما تعرفون بس انا اعرف اكثر شيء وهذا احنا كلنا مرينا فيه يعني يوم احنا كنا في مراهقين نعرف اكثر من كل الناس فاللي بغير فيه يمكن ان انه انا اعرف اني يوم اقول لي يعاند ويزعل لكن يرجع بعد ساعه يقول لي صح كلامك أو يأخذ كلامي فيمكن أبغي اللي أغير فيه أنه شوية يعني يسمع لك يعني يسمع ويتواضع أكثر حارث أنه ما يكون غير مبالي بالنسبة للأشياء اللي أنا أقول لك حط السيت بيلت وسكوتر هالأشياء اللي تخوف أظن كل أم هالشيء أنا بغير فيه أنس يمكن أعرف إنه هو يستوي عصبي فالحين أحسن بس أتمنى إنه هو يعني يرحم نفسه وايد شديد على نفسه يعني أظن أنس إذا هو شديد مع أي حد ضربه 3 مرات أكثر على نفسه فهو يعني هذا صفة إنسان يعني ناجح لكن هاي اللي يخليه يتنرفز ويتعب عشان هو يبغي كل شيء يكون بيرفكت طارق إن مرات أحس إنك أنت ما تقول اللي في مخك يعني في جانب ما يعني في غموض ميستيريوس اللي انا انت ماتش بيتر يعني الحين وايد احسن من ما احسه قاعد تكبر قاعد تتواصل اكثر قاعد تتكلم اكثر بس يمكن هو طبعك بس انت في جانب انا احس انه تستحي تقول لي او ما تبغي تفتح لي في هالموضوع ميستيريوس معاذ
next question. لا لازم أتذكر يعني أبا مرهي إنسان كامل. معاذ يبغي كل شيء بسرعة، ما يعني ما يبغي ما المشي مشي مشي، يعني ما يبغي ياخذ الوقت، ان في اشياء يبغي لها وقت، في اشياء يبغي لها انه هو لازم يسمع، ان ما علي ماما ما كان يقصد هذا، بس لا انت لازم تعرف شو القصه اللي استوت. فانا احس فيك هل يمكن ان ما عندك صبر تبغى تخلص الموضوع، وكل شيء تبغيه يكون مثالي، وانت تعرف ما في مثاليه في الدنيا، ف وايد اشياء تستوي في الطريق عشان انت تبغي تكون مثالي. بس يعني اشياء اللي انا قاعده اقول على عيالي هذا اشياء طبيعيه كلنا فينا، انا فيني، انا يمكن مرات من دفعه، انا يمكن انا في عمر حسن كنت مينونة امي، كل مره كلنا نمر في نرفزه، يمكن لا مبالين، يمكن ما نبغي نقول كل شيء، كل ما عنده يعني الأشياء اللي فيهم أشياء عادية، مو بأشياء إن أقول أوه هالإنسان متعبني هالقد وأنا ليش ولدي كذي، ما عندي هالشيء يعني. No. أنا الصراحة لا. ما حسينا ما حسينا والله شو هذا؟ ما حسينا بشيء، لا انا احس بعد مسؤوليه كبيره وشي ما اعرف بالنسبه لي انا، بس الحين عندنا غاليه بعد، بس نحن كبرنا وايد الحين، فرق العمر كبير، فرق العمر وايد وايد كبير صح. ها طارق بنت؟ لا 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 ابدا، تعودوا على خلاص كل ريايل في البيت، وانا بعد حشر مع الناس عيد. بعدين كنا وايد، مو بس نحن، اولاد خالتنا، اولاد خالنا، كلها شباب يعني، كلها اولاد. بس هاي نقطه ضعف بعد مرات، ان لو ما عندك بنت في البيت ما تعرف تتعامل مع بنت برقه واللطف، فانت تكون دفش وتضرب وتصارخ و يعني سوالف شباب يعني ما عندك. فيوم تروح للعالم الخارجي وتتعامل ويا بنت تحاول ممكن تكون وايد دفش. بس انا عندي سؤال، اذا امك كانت اختك شو بيكون جوابك؟ ها كيف كيف؟ اوه جامد اجانا اجانا جامد. ما فهمت السؤال. اذا امك هي اللي اخت يعني مثل اختك مثل امك يعني يعني اذا واحده مثلي مثل امك بس هي اختك. لا ما كان قصدي شيء. خليت السؤال. ولا كنت تتفلسف؟ لا كنت تتفلسف. أوكي. مشي مشي. زين. أنا أحس شيء واحد أبغى أضيف على الموضوع، يوم الأولاد ويا ما في بنت حتى أنا في الموضوع أضيع، عشان أنتم ما بتفهمون إن حرمة مثلاً أمي امرأة طريقة تفكيرها غير، أنا ما أتكلم يقول لا تسوين دراما. انا اقل واحده من ربعي اسوي دراما حقكم انتوا، لا حقكم انتوا عشان اولاد، تعالوا شوفوا شو يسوون البنات ويا امهاتهم. فانا يعني ما عندهم اوكي امي تشي امي هرموناتها اليوم مثلا اعصابها مختربه، ما يعرفون عشان ما عندهم بنات تورليت، فيتعاملون معاي كأنه واحده من الشباب. I'll start. And I was maybe like 11 or 12, and both of you were in the car. I don't know, we were talking about someone, and I think they weren't a good person either. Sort of talking about someone, or you were talking about someone that was did something wrong, and I was listening, and I was very young. And then you turned to me and said, and maybe you didn't mean it as like a life lesson, but you just said it. You said, المهم الواحد يعني يتعلم شيء زين من الناس ويتغاضى عن أشياء ما بزينة. يعني take the good and forget the bad. But that changed the way I see everyone, because nobody was a bad person or a good person anymore. Nobody. Everybody has good and bad, and I'm just there to learn from the good and avoid the bad. I think I'll go next. Again, you said it very casually, but I've taken it. I even told you the shirt. Yeah.
I remember we were talking and you were saying, and I was just venting to you. And you cut me off and you said, Hassan, love yourself to love others. Mm. Be kind to yourself. You have to take care of you before you take care of anyone else. I can't love Anas if I don't love myself first. I can't love you if I don't love myself first. I have to be full of that to give. Yeah. So, I mean, that's shaped who I am today, because now I'm all about focusing on me, on how my mental health is, how my physical health is, and focusing on Hassan as a person. And because of you, you told me that, you know, you have to work on you first. Yeah. Mm. That's very important. Good lesson. And people that do that, الناس اللي يحبون نفسهم يعطون الناس أكثر. Yeah. فقد الشيء لا يعطيه. لا يعطيه في بعض الأحيان. ما في one rule. يعطي بعضهم يعني. بعضهم يعطون وبعضهم ما يعطون. علاقة أمي وجدتي الله يرحمها وايد غير عن علاقتها ويانا نحنا. أمي ما حصلت الحب اللي هي كانت تنتظره. صح. بس عطتنا الحب اللي هي كانت تباه. فمرات فاقد الشيء يعطي. ومرات ما يعطي. ومرات ما يعطي. بس قصدي. الإنسان ينسى إن إذا في ناس يقولون هذه أنانية بس اللي يحب نفسه يقدر يعطي الناس أكثر. Yep. Yeah. Any other answers? Yeah. Me honestly, maybe you. I really learned one thing about you is to never judge anyone. Honestly, يعني سواء منو كان يعني. فهالشيء وايد غير تفكيري أنا بعد كحارث يعني. فحد حد لو منو يكلمني بطريقه مو بزينه ولا شيء I never يعني judge that person a lot because I learned that from you. ان حارث كنت قدام تقول لي لكل شو مقام مقال صح؟ اي لكل مقام مقال وكل حد يعني منو نحن عشان نحكم على اي حد على غيرنا حتى لو الشخص نشوفه في مستوى ولا في مهنه وايد نحن ضدها ولا في نوع من الحياة عايشينها منو أنا ما يمكن إذا أنا عشت حياة الشخص أسوي نفس الشيء هي صح إذا ما بأكثر صح بالضبط أنا من طرفي بعد عشان ذاكرتي صفر بس أعرف يعني هالشيء مضمون إن أنا أساسي هالكاظم أساس يعني وبعدين كل شيء يتمحور ويتغير عشان بعدين أنا أروح تجاربي وخبراتي والكتب اللي أقراها والناس اللي أتعرف عليهم والوظائف اللي وآخر شيء رأي آخر شيء رأي أنس شو رأي أنس فبس الأساس أساس مثل أي أساس بيت يعني تربية هالة كاظم فهي المدرسة دائما أقول المدرسة الأولى فمن هالدروس يعني في وايد أشياء في إن أكون إنساني أظن أنا وصلت مرحلة أن سويت وايد إنساني وقاتل وحارب واجتهد واتكلم والبرنامج اللي عندي والشركة والفريق اللي تشوفينهم قدامنا كل إنسانية الموضوع إنساني جدا نحن نشوف الناس كبشر ما نشوفهم كموظفين ما نشوفهم كهذا هاي مربي وهذا خادم وهذا دريول وهاي مدير لا كل حد وذكرت شيء يعني دائما كنت أشوف أشياء تعلمناها من الوالدة يعني مثلا الوالدة تدخل محل تسلم على كل حد على الريال اللي ميود الباب تقول ها كيف انت بخير اليوم فهذا شيء غريب يعني عموما ما تشوف هالشيء في اي مجتمع في العالم اقول والله دائما توقف تسال الجرسوني في المطعم تقول ها انت كيف اليوم يومك صعب عليك شكله صح وتقول من قلب فهل الشيء نحن نبدا نشوفه اوكي فدائما كانت تقول انس احكم على الناس كيف يعاملون الناس اللي ما حد يلاحظهم الريال اللي يود لك الباب اللي يجيب لك السياره الخادم اللي ما حد مسوي له مسالفه فهاي درس من مئات من الدروس يعني اللي انا شفته وغير ان الواحد يكون انساني ويكون ينصت اكثر ويسمع وما يحكم مثل ما حارث قال في وايد 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 اشياء يعني انت احسك سبحان الله الله يعني في مشوارك ما دخلتي النفق ولا تيار التعليم التقليدي بس الحياة وايد تعلمتي منها وفي ناس يعيشون حياة ما يتعلمون ولا شيء ولا يتعلمون فتافيت انت لا تشي يعانة حياة تاخذين وتشرب مثل سفنج فتاخذين وتاخذين وتاخذين
ما عندك دروس في الحياة، سواء من مايا أنجلو، سواء منك روحك، من إلين، من إلين. أنا بزيد بعد نقطة، تعلمت منك أنك دائما تكاسرين لو شو كان السعر. لو 10 دراهم بتقول والله بينزل، أقول له ما بينزل، لا تطلع أوردي هو فرحان عطنا 5 دراهم مروح. تعرف من منو هاي؟ من يما الله يرحمها. يما أتذكر، أنا ما أتذكر الموقف بالضبط بس تكاسر. أتذكر يعني من نوع اليما كانت تدخل محل بيقولون لها هاي ب500 درهم الطالعة، وتعرفين يما وجهها كيف هو كانت أكثر مني شي وجه ما يتغير يعني شي قاعد. فهو يقول لها مدام ها 500 درهم، هي تقول بعطيك 5. أنا روحت جي أنا يعني كنت أكفط شو 5 يعني، وما تغير وجهها، وجهها ثابت. هو روحت يشك، بعدين توصل لسعر حلو. إيه لا توصل يعني ما أدري كم عارف، بس نزل وايد نفس الشيء. أنا ربعي يقولون لي في البداية كانوا ينحرجون، إنزين كان يقولوا لي هذا كيف، أنا علي أسأل وأقول أنا متأكدة إنك تقدر تعطيني هالسعر، ويعطيني السعر اللي أبغيه. بس طبعاً مو كل مكان كاسر، يعني في مكان ما تكاسر، في مكان تكاسر. جاوبتي مرة بشيء من زمان، بروحنا كنا في مورشس قلت لكم. لا مو باليوم، في مرة قالت الكذا واخترق شيء ومعاد شيء يمكن؟ ما عليه قولي كلمة. الحكيم، القلب الطيب، القلب الحنون، الخير. انت صعب عشان انا الحين شخصيتك ما تكونت، انت وايد ما تكون بعدك. لا يعني وايد هيلبفل، وايد خدوم، يعني ما يخليني اشيل شيء، يمسك ايدي يوم امرضي، مسدري لي، وايد يخدمني. يعني حتى مرات سفر اوديه معاي عشان بس يساعدني انا عشان الظهر يعورني، لكن وايد خدوم. يا صفة حلوة هاي. So اللي أبغي أقوله حق الأمهات إن مو بعيب إن ما تعرفين، العيب إنك أنت ما تتعلمين. وارحمي نفسك وارحمي عيالك، عيالك مو ملكك، هم جزء من حياتك. أنت ربيتيهم عشان يكونون ناجحين، لا تجلسين تتحكمين في كل حركة في حياتهم. ما ييني، ما يتصل، ما يسوي لي، ما ياخذ لي، ما يوديني، في حد معين لازم يسوون، هذا مسلم به. العيال لازم بيسوون حق أمهاتهم وأبهاتهم. بس أنت يعني جبتي بنت ولا ولد عشان يجلس عدالك يخدمك ولا ينجح؟ اللي ينجح ما بيكون لاصق فيك، بيطلع بيصير بيي بيشتغل بيكون عنده أصدقاء. أنا أتذكر يوم اتطلقت أشوف حسن، حارث وطارق، حارث ومعاذ، أنس كان في أمريكا. طيب توني أنا توني الحين في وقت طلاقي، أشوف ما شاء الله طالعين ربعهم وسايرين وياين. فاتصلت في إلين، اللي مرشدتي، أقول لها يعني كأنهم عاديين، يعني ما كانهم يعني أنا مستغربة كيف إنها، يعني حسيت كان لا مبالاة. هم كانوا صغار يعني، ما كانوا وايد صغار. بس قالت لي هالة، عيالك أصحاء نفسيا، هذه الطريقة الصحيحة إنهم يكونون مشغولين بربعهم. وهذا أنا تعلمت، إن إذا أنا أربي عيالي أبغي أحبسهم عندي ويشتغلون لي 24 ساعة، يودون لي ويجيبون لي، وأنا ما قاعد أقول لي يسوون عشان ما نفهم غلط. أنا أقول هم ربعهم، عندهم ربعهم، this is healthy، إنه يكون شيء صحي. شغلهم هذا شيء صحي، هواياتهم هذا شيء صحي، دائرتهم هذا شيء صحي.
وصحي ان يكونون زينين معاي ويوني ويخدموني ويطلعون. فلازم الواحد يعرف ان عيالك مو ملكك، فلا تجلسين تسيطرين. لازم تزوجينهم بطريقتك، لازم يسوون اشياء بزنس على طريقتك، لازم اصدقائهم ارحميهم ولا تقارنين. يعني وايد في اشياء لازم اقولها حق الام، لا تقارنين بينهم. انا عندي 5 ابناء، كل واحد غير عن الثاني، كل واحد شخصيه، ما اقدر اقول هذا قارن هذا بهذا. لازم تكونين موجوده. انا تليفوني دائما على الصامت الا من 6 اشخاص، 5 عيالي وريلي. هذا اكون اي مكان في العالم لازم اشل التليفون، الا اذا انا عندي ورشه عمل ولا رحله تغيير وما اقدر اشل. لكن يعرفون اني يقدرون يوصلون لي حتى يوم انا زعلانه، ارد يمكن شيء من تفخه بس ارد. لكن لا تطلعين غضبك ومشاكلك النفسيه وحياتك اللي انت ما حصلتي حقها في عيالك. ما لهم ذنب، ما لهم ذنب ان يدفعون ثمن يمكن فشلك انت ولا خيبات الحياه. وايد اكثر اشياء بس يعني مختصر. يعني كشخص كهالة كاظم كماما يعني. اوه that's a good question. Interesting. So نينا نبدا شي يلا وحسن. احنا لحسن كل شوي نروح عنده. As a person and as a mother. Start with mother, that's an obvious as one. As a mother, I think it's an easy one to say. Mm. Foundation. Mm. Easily, foundation. Mm. We're here and we're all built up on you. As Hala Kadham, yeah, needs a bit of thinking. يمكن it will make it easier إذا يفكرون هالة كاظم مع الناس. يعني what's هالة. Yeah, that's basically the point. Yeah. You want me to start that I can end with you? يلا. Yeah, go ahead. As a mother, كأم, سند, شيء متوقع يعني ولكن سند. كشخص كإنسانة خلنا أقول يعني فيك يمكن مش كلمة بس يمكن بوصفها يعني فيك روح ال يمكن روح الطفولة يعني روح المغامرة they call it a young soul يعني someone who's always learning وشيء أشوفه شيء جميل لأن وايد من الناس يكبرون يصيرون 40 يصيرون 50 يصيرون 60 خلاص الواحد ما يبغى يتعلم يتكاسل انا سويت وانا شفت وانا اكبر عنك بيوم واقعد عنك بسنه وكذا وكذا وهالعقليه كامله بس انا ليه يومك ليه في عمرك يعني ليه احنا اشوفك تتعلمين وتغيرين رايك في بعض الاشياء وليش هالشغف وهال هالروح اللي يعني دائما تحبين تتعلمين دائما تشوفين اشياء جديده وكشخص يعني غيرك غير عن كونك أمي يعني كشخص أشوف هذا شيء جدا رائع وإن شاء الله يعني لما أوصل عمره تكون في نفس I got my so as Hala Kadham word receptive شو يعني بالعربي ما أدري بالعربي receptive يعني willing to accept تأخذين تتلقين عادي تتلقين تقبل الأشياء especially with emotions I think we've all had it where you know mom's on an airplane or something and then for 30-40 minutes like the even the pilot sometimes comes and you're just talking to them for like 30-40 minutes having a chat yeah they feel comfortable with you you're like your soul is very open to people so that's why I think also that's what you're good at that's a gift you know it's a gift yeah, well, that's a gift. I don't think it's and it's something you've worked on as well but people just love talking to you because you have that open you know embrace yeah. Mm. So, yeah. thank you mama thank you as a mother I would say
if it comes to me يعني how I view your يعني هالة كاظم في كلمة وماما في كلمة تقريبا هل يعني so as a mother maybe non judgmental ما حكم as هالة كاظم full of life بس أنا ممكن يوم أسوي لا بس لا لا فاهم لا full of life لا full of life حلوة لا you can use life as well لا you can use life use what زين فارق as a mother a pillar بس as هالة كاظم say loving loving شو امباثي بالعربي؟ التعاطف تعاطف حلو والله هي يعني لو بحط كلمتين حق حق هالة كاظم بقول يعني ملكة التعاطف يمكن يعني يعني مو بس انت متعاطفة مع الناس انت عندك النعمة درجة كبيرة يعني الناس يحسون فيها بس من طاقتك يعني بيسون وياك مثل ما قال حسن انا اتذكر هالموقف انه كنا رايحين أظن جوا ما أتذكر لو كان جوا بس في السفر في الروحة اللي تشتغل المضيفة يات ويلستيها في الممر أتكلم هي سألتها تتكلم في خمس دقائق سبع دقائق بدأت تصيح هذا عادي فنحن شي يالسين شي كاولات شي الوضع كان شي مريح غريب ما توقعنا وفي الرجعة أظن كان ريال ونفس الشيء يلس في الممر ويلس يسولف وبعدين صاح فكنت أقول أتذكر أظن هالموقف اللي قلت لك أنت كنتي أم كفاية لنا مفروض الحين تكونين أم للجميع يمكن كل حد يحتاج أم يعني مثل هالة يعني قبل رحلة التغيير فيمكن يمكن ما أقول التعاطف عشان تعاطف يمكن صفة 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 وايد ضرورية في أم زينة لو أم هي زينة هي تكون جدا متعاطفة فيمكن أقدر أقول هالة كاظم هي أم الجميع فهاي هالة لي أنا أمي رفيقتي يعني فكرت في هال يعني رفيقة الدرب وهي صديقة لي يعني صديقتي يعني خلاص نحن كبرنا تعرفين يعني قبل كنت بقول ماما بس الحين يعني ربع نحن نصير شوبينج ويا بعض نصير شوبينج ويا بعض نسولف نتكلم عن أي شيء هاي رفيقة الدرب يعني أنت مثل دائما أنت دائما تقولين نحن كبرنا ويا بعض هي والله كبرنا يعني 18 سنة في بيننا ف هي أظن رفيقة الدرب يعني أقدر أقول. Translation على أول نقطة Princess of Empathy. أوف. أميرة 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 التعاطف. منو أميرة؟ من أميرة. أختنا. أنا أخت اسمها أميرة. Oh my God. إنزين. سيفيني. Thank you all for the crew. Thank you for the hard Let work me today. Say something to everybody who want to eat dinner. Yeah. أنا ما أبغى أسويها دراما لكن وأنا عارف إن أنا وايد أم معبرة يعني وايد أعبر عن مشاعري وأقول لكم إني كم أحبكم بالمسج بالتليفون بأي شيء حتى بالحضن ترى هذا بعد كلمة ثانية لازم أقول عليك القلب الحنون أحن قلب يعني حنان الدنيا فيك يعني شيء ما أقدر أوصفه بكلمة فاللي بقوله إن نقطة تعرفين لاحظت شيء حلو في أولادك ما حد يغار من الثاني إيه الحمد لله يعني وايد أشوف في عوائل فيها الحقد شوي والغيرة في حقد وغيرة بين بعض نحن عادي You asked me that I think نقطة You asked me if I was jealous of Tariq Did I Yeah والله ما We were in the car بعدين هي سألت هي زاك are you jealous of طارق قلت ليش ما ذكر like you're the closest to طارق يعني لو مدحتي واحد عادي ثاني ما يزعل يفرح هي يعني في ناس أنا بقولكم شيء استوى أنا أبغي هالكلام يكون موجود في في الحلقة يكتبون لي أنت تفرقين بين عيالك أنس أكثر واحد قريب أقول لهم ما بكذب عليكم إن أنس مو بقريب مني أنس تربيت معاه أنا كان عمري 18 سنة ويبتعد وكنا في أمريكا بروحي وأبوه كان دائما في الجامعة يدرس فطبيعي بيكون أقرب لي ويوم العيال يكونون أكثر الانتباه والتربية يعني تتقسم فيعني طبيعي يوم طفل واحد غير عن مجموعة لكن عمري ما يعني حاولت اني اخليكم تغارون من بعض
وفي نفس الوقت كل واحد فيكم يعرف ان له مكانه معينه في قلبي. يعني لا انت تقدر تاخذ مكان حسن، ولا حسن ياخذ مكان طارق، ولا معاذ ياخذ مكان انس. فهل انس اقرب كفكر، ك مثل ما قال رفيق درب؟ يعني فرق بيني وبينك 18 سنة، فرق بيني وبين حسن 41 سنة، ما أقدر أقارن. لكن أنا ما بغيت، يعني الحمد لله هالشيء من أجمل الصفات فيكم. إن أتذكر معاذ وياك كنت نقول عن إنه يقولون إنه أنت تفضلين أنس، كنت أقول ما أفضل أنس، في أقرب. هي طبيعي، انت انسان، انت لونر، انت تحب تكون في عالمك وعادي عندك. يعني انا مو لازم اكون ويا امي كل يوم مثلا، افضل اصلا فاذا انس معي مو بان امي ليش تروح ويا انس، كلنا شبعانين امي، يمكن عشان كل هذا. صح، نقطة مهمة. You've also you've raised us to build up on each other. حلو. I take something from Anas, I take something from Harith, I take something from Tariq, from Muad. They're all better than me in many aspects of my life, and you've raised us, especially me, to use that, to take that, to take from each brother. I have four older brothers, yeah. And they all have 10 times more experience. كنت أقول لك هاك اليوم قلت له أنت وايد محظوظ عشان أخوانك كبار وقاعد تتعلم منهم أشياء وايد. يعني الأساس بعد منهم، وخصوصا أنس اللي أنت هو أقرب، غير طارق عشان عايشين يا بعض، لكن أنس كأن بين الأخ والأب بعد علاقة ثانية. لكن اللي أبا أقوله إن أنا إذا أنجز شيء في حياتي، أي شيء، كل الأشياء اللي أنجزتها بكومة على برد، وأنتو حقي أنا أكبر إنجاز. يعني ذا يوم أنا بطلع من هالحياة أكثر شيء، وأنا بيني وبين نفسي أفكر دائما أقول أنا إذا بس عندي هالأولاد وأنجزت ربيتهم وهم أصحاء نفسيا وسعيدين وناجحين، يعني أنا ما قاعد أقول كلام منمق وجاهز، بس والله وراسكم أنتوا أكبر إنجاز حقي. أحس إذا أنا سويت شيء صح في حياتي، أنتوا الصح في حياتي. يعني أنا جدا فخورة فيكم، أنا ما لي غنى عنكم، وأنتوا أعظم رجال أنا شفتهم في حياتي، كلكم بطريقة معينة، بأسلوب معين، بتعبير معين، أنتوا أعظم رجال أنا شفتهم في حياتي. لذلك حبي لكم شيء فوق، يعني أكبر مني، أكبر من الحياة. يعني دائما أقول لكم أنا أحبكم أكثر من الحياة، لأنكم أنتوا جزء كبير وايد. ويمكن كأنانية أم أحس أن أنا عوضت وايد أشياء أنا ما حصلتها، وفي نفس الوقت نجحت، فشلت في أشياء لكن في هالشيء أنا نجحت. فهذا حقي أنا الجائزة الكبرى، أن أنا يكون عندي إنسان عظيم مثلك أنس ومعاذ وحارث وطارق وحسن. فاليوم أنا أعرف عيد الأم، لكن اليوم أنا أبغي أشكركم أنتوا، لأنكم أنتوا عطيتوني شرف الأمومة، فالله لا حرمني منكم. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. That's a wrap.